وتفقد الطير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحيا وإياكم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي القارئ التحرر الإذاعي في الوطن المصري وعلى الموكب بالقاهرة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام you
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. نعم.
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء أهل
الصلة قالت فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي تساقط عليك رطبا جنيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فكلي واشربي وقري عينا. وهزي
فكلي واشربي وقري عينا. فناداها من تحتها ألا تحزني، فناداها قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي، فإما ترين من البشر أحدا فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين من البشر أحدا للرحمن صوتا.
يوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله أكبر، ربنا يتجلى عليك. فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. يفتح عليك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله.
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. والسلام علي يوم ولدت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من سبحانه ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه. ما كان لله أن يتخذ
سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وبالحق أتيناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا ختن يقتل الإيمان والإسلام فرح الله علينا بالذي هو خير. آيات بينات من الذكر الحكيم والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاري القارئ بالاتحاد الإذاعي التلفزيون المصري والموقف القاهرة. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية إدارة محلات أولاد البيلي المقيم الجوالية مخازن الفراش الكبرى إدارة محلات أولاد علم الدين المقيمين ببكرة.